عالي فوق عقلي وترتيباتي. يوم المقابلة فكرني بأول شغل في حياتي. مهندسين كتير جدعان وبيسعوا للوظيفة، خبرتهم في الحياة مفيش زي الورقة النظيفة. آخر سي في في إيدي باسم نور عبد الكريم، ورقة مذكرات من نصه وقعت بتاريخ قديم. نور كان الكبير على بنتين اتنين، بالمسؤولية عمره ما اشتكى طول السنين. صحابه دايما بيلوموا وضغوط كتير عليه، يا ابني هتعمل ايه بالعلم وبالدراسة هتبقى ايه؟ سؤال عارف اجابته في عمره في يوم محيره. امه دايما في ظهره بتسنده وتصبره، بس فجأة مرض ابوه بقى ياكل فيه ويكسره. لازم الحق اخواته وبيته قبل ما يخسره. نزل ورشة ابوه وقال للناس حنسى العلام، شهور واتقال عليه قسطة زي ابوه تمام. بسر كان بيذاكر والدكاترة قدروه، عرف ظروفه ومشاكله في الغياب استحملوه. يوم ما استلم الشهادة كان طاير فوق السما، مهندس ميكانيكا قد الدنيا. انما خبر وفاة ابوه كان رصاص هتقتله، كتر همومه من صغره قدرت يوم هتصبره. الورقة لبتها وفي عالي بقول ده مش هيقع، وللوظيفة خلاص اخترته لانه جدع. لانا هتحط على الهامش ولا هقبل اكون عرف، دي الدنيا بتمشي عشان احنا في نفس الصف. انا بسبق بتحدى ظروف انت ما بتعيشهاش، ودور هو لا يمكن يوم يكمل غير بدور هي. معادي المقابلة جه متحمس ان اشوفه، اسمع منه اكتر عن حياته واحلامه وظروفه. بس المفاجأة كانت ان نور ما طلعش راجل، في بنت قدامي بتقول لي اهلا، ما بقتش فاهم. سألت باستغراب اسمك نور عبد الكريم، ردت عليا بابتسامة اهلا وانت مين؟ سألت تاني ليك اخوات، ردت ايوه بنات وانا المسؤول عنهم من يوم ما ابويا مات. اتصدمت من الاجابة، نفس كلام السطور وجوه عقلي الف صوت بيقول لي مش معقول. ازاي كانت في ورشة؟ ازاي كانت سند؟ ازاي كانت رجولة لبنت اصلا مش ولد؟ ازاي عمال الرجالة يقولوا ليها يا ريصة؟ ازاي هقول اخترت ست اخترت مهندسة؟ جوايا صوت بينكر السؤال قبل الاجابة، بينكر التردد وبيأمر بالاستجابة. لصوت العدل فيا ويفكرني باختياري، عشان قدامي بنت يبقى هغير قراري. عيب وعر عليا وليها لازم اعتذر، ازاي ما بين افكار مريضة قديمة بتأثر. عقلت وديت لنور ورقة مذكراتها، قلت لها اني عارف كتير قوي عن حياتها. مبروك عليك الشغل ومتأكد حتنجحي، واتمنى نكون صفحة في حياتك فيها تفرحي. لانا هتحط